تواصل القوات المشاركة في التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي الأول تمريناتها وتدريباتها الميدانية التي سبق الإعداد لها جيدا بناء على الأهداف المرجوة من التمرين والخطط التدريبية الموضوعة في هذا الإطار. بالتوازي مع هذا العمل الأمني يأتي دور مراكز الإسناد ومن بينها العيادة الطبية والمناط بها واجبات محددة يكشف عنها هذا التقرير. في القرية النموذجية التي تحتضن التمرين الأمني المشترك من الخليج العربي واحد تؤدي المراكز المساندة دورها المنوط بها بكل دقة واحترافية، ومن بين مرافق الإسناد العيادة الطبية والتي تم تجهيزها بكافة الأدوات الطبية والكوادر الفنية المتنقلة ومجموعة متخصصة من فرق الإسناد الطبي من القوات الخليجية المشاركة الذين يحظون بخبرات متراكمة في هذا المجال. عندنا استيعاب لست عمليات جراحية بسيطة من خياطة من الدريسنج لإجراءات الطبية، والحمد لله الاستاف طاقم ومعنا أخواننا الأشقاء من المملكة العربية السعودية معنا في الإسناد الطبي، وعبارة عن لا سمح الله إذا في حالة الإصابات إخلاءها إلى المستشفى الميداني هنا ومن ثم نقلها على حسب الحالة أو معالجتها في موقع الحالة. تضم العيادة الطبية أكثر من 8 سيارات إسعاف متواجدة في الميدان لنقل أي مصاب لا قدر الله، ويتبع العيادة طائرات الإخلاء الطبية التابع لطيران الشرطة في وزارة الداخلية. طبيعة قيادة طيران الشرطة عندنا مجموعة من الطائرات المشاركة، منها الطائرات اللي بتكون موجودة في القرية اللي بيكون فيها التدريب، وبتكون تكون هذه الطائرات لها دور كبير في عملية التدريبات اللي تم اتخاذها. وعندنا أيضا الطائرة المتواجدة حاليا اللي احنا واقفين نصور عندها بتكون هاي الطائرة تبع الإخلاء الطبي، وهذه الطائرة لها دور كبير في حال حدوث أي حالة طوارئ أو أي إصابات، بيكون هذا الفريق جاهز على أتمام الاستعداد لتلقي ونقل أي مصاب في التمرين إلى أقرب مستشفى. اللجنة المنظمة لتمرين أمن الخليج العربي واحد وبمتابعة مباشرة من قائد التمرين معالي وزير الداخلية بمملكة البحرين حرصت على إعداد الوحدات الإدارية بشكل يتفق أهداف التمرين في كافة مراحله، وهو ما يتم عمليا على أرض الواقع.